يعني بالتوصيات واللي بيوفى بمخرجات وتشوفوا بعض الورقات والمشاريع. هذا اللي يلزم يكون معناه من المفروض يكون في معناه جامعاتنا ولازم جامعاتنا تتبناه. ولهنا يعني يتموقع دور المؤسسة هذه اللي تشتغل ك يعني ك معناها مكونة مكونات المجتمع المدني، ولكن أيضا كشبكة تلم الخبراء والمعارف والمكتسبات كل ما يهم القدرات اللي تساعد على معناها على على التغيير. وهنا كان المنطلق يعني وخاصة يعني المخرجات نتاع الاستبيان اللي ما كانش يعني عمل اعتباط، يعني المخرجات نتاعو حاولت يعني توجه التصورات نتاع المشاريع الكل يعني دق الباب وحتى المشاريع الأخرى، يعني تبنات التصورات نتاع المشاريع على هالاستبيان هذايا. وبذلك كان العمل هذا الرهان كان رهان علمي تطبيقي في نفس الوقت، يعني ما نبنيوش على عدم معرفة بالواقع، لكن نبنيو على مؤشرات وعلى أهداف محددة اللي إن شاء الله تمكن المشاريع بتاعنا باش توصل تحقق منهم ولو حتى جزء. يعني التغيير بالمجتمع المدني ما هوش يكون تغيير شمولي ولا يكون تغيير جزء، ولو غيرنا 0.5% يتسمى تغيير. والرهان هو الرهان في الطاقات. يعني الشباب مشكورين كثير بتشوف يعني حضورهم اليوم، ما هوش أي شباب، يعني شباب وعابل بالمشروع تبنى المشروع وساهم في المشروع. كنشوفوا يعني الحضور نتاعهم في معناها في الويكاند في معناها في نهاية الأسبوع، يعني حضور كبير ياسر معناها. وهذا اللي خلانا احنا نعملوا على تبسيط هالمناهج هذه حتى تخرج من الفوضى البحثية المملة، ويعني تسهيل هالمناهج هذه حتى تمكن معناها من تبنيها من الشباب هذايا. وبسطنا المسائل ويعني والمسائل هذه معناها مانيش ندخل في التقنيات، يعني اشتغلنا بتقنيات كبيرة، مثلا تقنيات الاستبيان كانت من فريق المشروع ككل، معناتها من الفونداسيون ككل، لكن على مستوى العمل الشبابي كانت أدوات أكثر يعني نوعية أكثر منها كمية، على خاطر الأدوات الكمية تستوجب يعني جيش كبير وقدرة كبيرة وحشد كبير معناها من الإمكانيات المادية والفنية. هذاك علاش معناها اشتغلنا معهم على ادوات اخرى محدثه اللي تمكنهم من معناها تشخيص الواقع نتاعهم المعيش، يعني الاحياء نتاعهم، يعني انطلقنا من الاحياء نتاعهم ادوات سهله كيما الخرائط الذهنيه، كيما معناها دعمها بالمقابلات بالمجموعات التركيز معناها، وما سمى معناها سميته مدام تسنيم معناها التعلم بالممارسه، ورشات الممارسه ورشات التركيز ومجموعات التركيز. كل هذا كانت أدوات طوعناها لفائدة المشاريع. مانيش باش نطول ياسر، يمكن أن نمشيو للمخرجات يعني لي بليدوايي ولي زيكسبوزي نتاع الطلبة باش نشوفوا تقريبا خمسة مخرجات. الفريق الأول يعني باش يقدم ورقة على أو مخرج على مؤثر التنمية الثقافية في الشباب من مروة دغمان. المشروع الثاني حول الأمن الصحي كمعناها ضرورة حيوية في بحر الأزرق، أسامة الرزقي فهمت بعد نترجم واحد. الثانية صحيحة. الثالثة مشروع برنامج تأهيل وإدماج الشباب رمزي العربي من الانتصاب الفوضوي، دونك ربيعا من الانتصاب الفوضوي إلى الاقتصاد المحكم حسام بن حسين، وأخيرا دور الثقافة في خدمة الأمن الصحي محمد القادري. شكرا.